بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأهلا وسهلا ومرحبا بشهر الخير والبركة، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر رمضان الأغر المخصص من بين الشهور بقدر لدى الملك الغفور جل جلاله، الذي تختلف أحوال استقبال أمة الإسلام له، فتاتي على أنواع متعددة تصل إلى حد التخالف فيما بينها في استقبالهم للشهر الكريم المبارك. فمنهم من ينظر إليه أنه شهر خير ورحمة وبركة على وجه العموم، ويلحظ هذا المعنى بفؤاده وقلبه، فيأخذ نصيباً من سر التعظيم لشعائر الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، ومن التهيؤ لاستقبال واسع الرحمة النازلة. منهم من ينظر إليه أنه شهر مشقة يمتنع فيه طوال يومه عن الطعام والشراب والمفطرات التي تفطر الصائم، ومنهم من يعده موسما للأسواق وللتجارة تسيير بعض البضائع، وخصوصا في آخره، واختلفوا في ذلك لاختلاف الوعي والفهم واختلاف تحقيق الإيمان. فلأجل ذلك كله وجب علينا أن نؤصل واجب المؤمن في استقبال هذا الشهر الكريم، مستوحين ما كان سلف الأمة من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتابعيهم يستقبلون به الشهر الكريم المبارك الذي كان يبشرهم به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويذكر لهم فضائله ومزاياه، حتى كان يحلف سيدنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول: ما مر على المسلمين شهر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر على المسلمين شهر خير لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مر على المنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المؤمن يعد فيه العدة من القوت للتقوى، وأن المنافق يعد فيه تتبع أورات المسلمين. إذا علمنا ذلك رأينا أن أحوال سلف الأمة في استقبال الشهر يفوق تصور أكثر الذين يعيشون في زمننا من أهل هذه الملة المعظمة، لبعدهم عن حقائق الاتصال بمعاني الملة وقيمها، وأن تشرب قلوبهم هذه المعاني. فإن للإسلام حكم، ولكن الإيمان إذا خلطت بشاشته القلب كان له شأن، كيف وقد قال الرحمن جل جلاله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عند دخول الإيمان إلى القلوب تحصل أشياء، منها: هل يمكن أن يتصور عامة المسلمين اليوم أنه من قبل شهر، لا بل من شهرين، بل من ثلاثة، بل من أربعة، بل من قبل 5 أشهر يبدأ حس الاستعداد لرمضان عند الرعيل الأول من هذه الأمة، حتى قسموا السنة إلى أنهم ما قبل رمضان من نصف العام يستقبلون به رمضان المقبل ويسألون الله أن يبلغهم إياه ويتهيئون له، ونصف العام الذي بعد رمضان يودعون به رمضان متضرعين أن يكونوا قد قبلوا فيه. هذا مظهر من مظاهر ما كانت عليه الأمة في استقبال هذا الشهر الكريم. فعلمنا بذلك أننا في حاجة إلى وعي وإلى إيمان نستقبل به هذا الشهر، ونعرف كيف نؤدي الواجب علينا ونحن أهل ملة
سمحاء شريفة عظيمة هي الحق عند ربنا لا حق سواها، إن الدين عند الله الإسلام. فيا أهل هذه الملة، يا أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون لنا تقويم لأحوالنا وحالاتنا في استقبال هذا الشهر الكريم، ونغرس في قلوبنا وقلوب أهالينا وقلوب أبنائنا وبناتنا هذه المعاني السامية التي ينبغي أن يستقبل بها المؤمن شهر المغفرة والرحمة والعتق من نار الله الموقدة والظفر بعفو الله ومغفرته ورضوانه سبحانه وتعالى. الله ورسوله هذا الشهر يجب أن يحل تعظيم هذا الشهر في قلوبنا، ونعي لذلك عدة أمور. نعي أنه فرصة من الفرص الكريمة لحيازة مغفرة للذنوب، ومغفرة الذنوب عند المؤمن من أعظم الفوز ومن أكبر معاني السعادة، يسعد بها حقيقة السعادة إلى الأبد. مغفرة الذنوب التي لا تكون إلا من قبل واحد هو الله، قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن نستشعر أن فرصة واتتنا، وموسم خير قابلنا، ومنحة واجهتنا من منح ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. أيها المؤمن بالإله الذي خلقك، إن جميع ما يمكن أن يقابلك من الشدائد والأتعاب والمصائب ويجري في العالم كله عند مصيرك الأعلى الأعظم لا يساوي شيئا أمام أدنى ذنب من ذنوبك أخذت به وحوسبت عليه. إذا كان الأمر كذلك فأي فرصة لمغفرة الذنوب هي فرصة كبرى لك لحيازة الخير العظيم. عند الإدراك لمثل هذه الحقيقة، حقيقة أن مكسب غفران الذنوب سبب السعادة والفوز بالحسنى وزيادة، وأنه لن يكون الضرر في العاقبة الكبرى لأي حادثة تحدث ولا لأي شيء يحصل في الوجود كمثل ضرر أي ذنب أخذك الله به ولم يعفو عنك فيه. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة لما سألته: أرأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا كان موسم التيسير المغفرة قد أقبل، تيسرت أسباب المغفرة، الصيام نفسه سبب المغفرة إذا رعيت حدوده، والقيام سبب المغفرة، وقيام ليلة القدر منه سبب المغفرة. وجاءتنا الأحاديث الصحيحة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بمثل هذه الأعمال وما ينضاف إليها من الأعمال التي ندبت إليها وشرعت لك في الشهر الكريم، تتعرض لمغفرة الله الكريم جل جلاله وتعالى في علاه. إذن فاعلم أيها المؤمن أن من واجبك أن يكون في وعيك أفرح بشهر المغفرة والعتق من النار، وأن الرحمن الغني عنا وعنك وعن كل الوجود جاء بهذه الفرصة وجاء بهذا الشهر لأجل أن تأخذ نصيبك الأوفر الأوفى وحظك الأجزل الأجل من مغفرته وعفوه سبحانه وتعالى، ومن عتقه من النار، ومن رحمته التي لا يمكن أن تحد بحد محدود. إذن فينبغي أن يستقبل الشهر بسرور وفرح بكرم الله وجوده الذي يجود به فيه على أهله، وأن
نقابله بنصيب من التفرغ في شيء من أوقاتنا لعبادة الله تبارك وتعالى بأن نتخلى عن بعض أعمالنا ونتفرغ فيه ليكون مشحونا بأنواع من القربات والخيرات التي ندبنا إليها. نقذف في قلوب أبنائنا وبناتنا أن الموسم حل ليعلو لنا القدر عند الملك الأجل، ولناخذ الزاد الأوفى للمصير إليه سبحانه وتعالى، ولأن نعمر مستقبلنا الأكبر بخير ما يعمر به ذلك المستقبل الذي لا نهاية له ولا غاية. لأجل ذلك كان الفرح برمضان من جملة الفرح برحمة الله وفضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلنستعد لتهيئة أنفسنا بالرغبة في إحسان صيام رمضان وإحسان قيام رمضان وأداء الواجبات التي لعلنا نتعرف على الكثير منها خلال هذه الحلقات في الشهر الكريم. جعلنا الله تعالى من أهل هذا الشهر حقيقة، وغنمنا فيوضات منه فيه وعطاءه الجزل الذي يجود به على أهليه. اللهم بارك لنا في رمضان في لياليه وأيامه، وفي جودك الذي تجود به على أهله فيه مما أنت أهله من الإكرام والإنعام والطول والإحسان. يا كريم يا منان، واجعله شهرا تفتح فيه للمسلمين أبواب الوعي وزيادة الإيمان، الوعي بما أوحيت مما يستنقذهم من أنواع الظلمات والضلالات، والإيمان الذي يرفع شؤون معنوياتهم ويثبت ويطمئن قلوبهم بذكرك وبالتوكل عليك والاعتماد عليك يا قوي يا قادر، حتى تنكشف سحب البلايا والشرور بأصنافها عنا وعن أمتي أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بتوفيقك، والحمد لله رب العالمين.